قبل ما نكمل هون شوي بس خلينا نراجع مراجعة سريعة. فاراديزو 1831 مايكل فاراداي كان له طبعا اكتشاف مهم او نظرية مهمة اللي هي فاراديزو. ايش بقول فاراديزو؟ بقول انه الالكتروموتيف فورس اللي بنشعل فيه يساوي ماينس. ماينس مهمة طبعا هاي اللي هي لها علاقة بلينزز لو. هذا تلخيص لفاراديزو. ففاراداي بقول اللي بتكون عندي الكترو واللي هي طبعا جنريشن، هاي هون صار عندي توليد، هاي التوليد للفولتج للطاقة الكهربائية، كله مبني على هذا القانون، على اساس هذا القانون. هلا راح احكي عن الماينس. التغير بالماجنتيك فلوكس او الريت اوف تشينج اوف ماجنتيك فلوكس اجينست تايم بعطيني فولتج، والوحدات كلها صحيحة هون. عندي فولتج، الفولتج ايش وحدته؟ الالكتروموتيف فورس فولت، وعندي فاي وحدتها ويبر. طبعا هون بنستنتج انه الفولت هي نفسها ويبرز بير سكند. هذا قانون مهم. هلا قانون الماينس، الماينس من وين بتيجي؟ بتيجي من لينزز لو. اخذتوا لينزز لو، اذا ما حطينا الماينس راح يصير عندي تولد للطاقه الكهربائيه لحالها، بعدين راح تصير. فلو جينا طلعنا الان على لوب، خلينا نفترض هاي هي اللوب من هون، واللوب هاي مساحتها A، وفي عندي مار فيها عمودي عليها ماجنتيك فلكس دنسيتي بي. التوتال ماجنتيك فلكس اللي عماله بقطع هذه اللوب قديش؟ بي ايش تعريفها بي؟ ماجنتيك فلكس دنسيتي، يعني قديش شدة التركز للماجنتيك فلكس في اريا معينة، مظبوط؟ إذا فاي شو بتساوي لهاي اللوب؟ اي في بي. إذا فاي كسكيلر إذا بدك هي عبارة عن بي مضروبة في اي، مظبوط؟ وبي وحدتها تسلا، وهي وحدتها سكوير متر، وهذه عندي هون، فهي صارت ويبرز بير سكوير متر اللي هي تسلا مضروبه في سكوير متر بتعطيني ويبرز. هلا هون هذه اللوب اذا طلعت، جيت اطلعت على هذه اللوب لينزز لو، بقول انه طريقه تشكل الفولت هذا راح يتشكل هلا بطريقه، يا اما راح يكون بوزيتيف من هون، يا اما نيجاتيف من هون، يا اما نيجاتيف من هون، يا اما بوزيتيف من هون، مظبوط؟ معاكس اتجاه البي. هلا بده يكون معاكس للاتجاه اللي بسبب، فبده يولد فلكس يعاكس بي. البوزيتيف تحت، مظبوط؟ اذا خلينا نشوف، نفترض انه بي هيك وعماله بزيد. يعني خليني افترض انه دي بي كسكيلر على دي تي مور ذان زيرو، فعماله بي بزيد بهذا الاتجاه، واللوب ثابته ما بتتحرك. فيعني تخيلوا كانه بي داخل في الصفحه. فبي داخل في الصفحه يعني راح احطه بهذا الشكل هيك. اي هذا هون بي وعماله بزيد ما بنقص. فاذا هو بزيد عملي دي فاي عماله بزيد عندي، مش هيك؟ مزبوط. اذا بي بزيد، اذا هلا راح يتكون الكتروموتيف فورس بحيث انها تمشي كرنت، بحيث انه الكرنت اتجاهه يعاكس. هلا لو الكرنت مشي في هذا الاتجاه من هون، ايش هل راح يكون يعاكس بي؟ يعاكس الزياده في بي، لانه لو بي بنقص راح ينعكس عند الوضع. اذا بي بزيد بهذا الاتجاه لازم يتكون فلكس يحاول يعاكس هذا. طيب كيف راح يمشي عندي كرنت هون؟ وين لازم يكون الاشاره تبعت الالكتروموتيف فورس حتى الكرنت؟ يعني الكرنت بده يمشي بهذا الاتجاه، مزبوط؟ هلا انتبهوا عليها، البوزيتيف تحت. ليش البوزيتيف تحت؟ لانه هذا سورس، هذا راح يتحول لسورس. طلع على بطاريه، وين البوزيتيف تبع البطاريه والنيجاتيف هون؟ الكرنت تبع البطاريه كيف راح يمشي عندي؟ بهذا الاتجاه، مزبوط؟ لانه السورس شو وظيفته في الحياه؟ يعطي انرجي، يرفع الانرجي تبعت التشارجز اللي موجوده، واللود ايش وظيفته؟ ينزلها تو ابسورب. اذا هذا عم بعطيني انرجي لانه عم باخذ التشارجز الموجوده هون اللي هي بوزيتيف تشارجز، وايش عم بعمل في الانرجي او البوتنشال تبعها؟ برفعه من هون، مزبوط؟ فبعطيني هاي. اذا لينزز لو بقول، ولانه لو هذا مش صحيح، لو انعكس، اذا عمل العكس راح تلاقي انه بيمشي كرنت اكثر، والكرنت برد بيولد بي، والبي بيولد اي، وشو بصير عندي؟ انفينيت لوب مش معقول، فبصير عندي طاقه فروم نثينج. فالحل الوحيد للينز انه يكون هذا معاكس، فبتكون عندي كرنت بيعاكس الزياده في بي. طب لو بي كانت بتنقص، كانت داخله في الصفحه وبتنقص، حتى اعاكس النقصان هذا. طبعا لما بي بتنقص بتولد فولتج، بتولد سواء كانت، المهم انها تتغير، المهم دي بي على دي تي او دي فاي على دي تي ما يكونش زيرو. لو كانت بي داخله في الصفحه بس عم تنقص، بدي اولد فلكس ايش يعمل؟ يمنع بي من النقصان، اذا بده يحاول يزيدها بنفس الاتجاه. اذا كيف بده يمشي الكرنت؟ بده يمشي بهذا الاتجاه، حتى يمشي بهذا الاتجاه وين لازم يكون الفولتج؟ بوزيتيف هون
ونيجاتيف هون. ماشي واضحة هاي؟ طيب لو كان عندي مجموعة كويلز هون فوق بعض، لو كان عندي مجموعة من هود مثبتين فوق بعض ولهم كلهم نفس المساحة، شو راح يتغير هذا القانون من هون؟ راح يصير عندي بس N، ومحل فاي إيش بقدر أحط؟ بي في A كسكيلر. طبعاً في كسكيلر هون، أنا أخذت من الماجنيتود تبع بي. أوكي، إذا بيصير عندي E minus N دي على دي تي، وإذا A constant بإمكاني كمان أطلعها برا، بس إذا A مش constant بدي أخليها جوا. ممكن B تكون constant، ممكن A constant. كيف بتكون A constant؟ معناها اللوب ما عم بتلف وثابت مكانها، وشو اللي بتغير؟ B. فB مثلا إذا sinusoidal، إذا كان B sinusoidal رح يتكون عندي voltage. لكن ممكن B تكون constant، وشو اللي بلفه؟ A. ليش A بتلف؟ لأنه فعليا أنا في شغلة هون نسيتها، كان لازم أحط هون sin ساين ثيتا. إذا هذا بلف، إذا عماله بلف زي الموضوع فصار عندي تغير بالإيه؟ هل إذا هاي لفت في عندي تغير في إيه؟ وفي تغير إذن في فاي، مش هيك؟ ورح يصير فجأة مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف. هذا الفكرة الأساسية لفاراديز لو.